البنات جيتكم بوصفة واحدة أخرى البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير إن شاء الله. هاني جيتكم بوصفة واحدة أخرى يعني للسهرة، راح ندير معاكم لي تخت بالنيسلي وشوكولا. يعني أنا ندير لي تخت ونقسمهم، كاين نديرهم بالنيسلي وشوكولا، كاين نديرهم بلي فخوي، يعني على حسب واش يحبوا ولادي. المهم نبداو بلا فخس، هي أول حاجة هي العجينة. نبداو بالعجينة، هي اللي تتحط شوية باش نديرو الآخرين ساهلين. عندنا واش نديرو في العجينة، واش نسحقو؟ نسحقو 125 غرام تاع المارغرين. كيما راكو تشوفو هاد لابواط راهي معمرة، نتوما كي تاخدو خدو الربع، قسموها كيما راهي باينة، هاي مقسومة، نتوما خدو الربع. الربع هو 125 غرام. هاكدا أنا خرجتها وهكداك ومازالت شوية، يعني ماشي دايبة فريمون، بصح مليحة. نتوما خرجوها من قبل، تكون خارجة من قبل خير. هكذا هكا يساعدكم تانيك تعرفوا الكيل. هكذا كيما راكم تشوفوا، شوفوا راني خديت ربع تاع العلبه اللي هو 125 غرام. هكذا واش نديروا لها؟ هذه 125 غرام تاعنا نديروا لها نص كاس تاع السكر كيما راكم تشوفوا. هكذا نص كاس سكر، ولا عندك الباتور ديري بالباتور خير. يعني شتو في رمضان نكونو دايما متسرعين، ندير شويه لافاني، انا دوك نخدم شويه بيديا، نسيي نديرهم جو كلي من كخام، نرجعهم من كخام. بسم الله هكذا كيما راكم تشوفو. شوفو اللي تحب تكمل تمتم دير بالباتر. هكذا ندخل السكر هذاك، نحاول ندخلو مليح باش يدوب مليح الزبده هذيك. هنا هاد لي تاخد البنات مناح في السهرات الرمضانية، يعني انا يحبوهم ولادي، ندير لهم جوغ انواع، ندير لهم بلي فخوي وندير لهم بالنسلي وشوكولا لي حنديرها معاكم اليوم. هاكدا شوفو مازال، زيدو خدموها شوية مع الجو راه سخون هنايا، انا عقاب طياب، ربي يتقبل منا ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا البنات، كيما راكم تشوفوا البنات، ها شوفوا حتى ولات هكا بومات، يعني دابت بالكمي مع حرارة تاع الكوزينة. نزيدو نديرو شوية لافاني، نصبغو الفافاني. كما راكم تشوفوا البنات دوك نديروا لها زوج صفار بيض، جون داف برك هكذا، هكذا تانية كما راكم تشوفوا. هكذا نزيدو نطموها ونبداو نجمعو بالفارينة. هكذا هكذا نبداو نجمعو بالفرينة ونديرو قرصة خميرة دوك على راس المغرفة، شوية خميرة هكذا. نبداو نديرو فرينة كما راكم تشوفو ونديرو قرصة خميرة بس، يعني ماشي بزاف على راس المغرفة، اللي ما يعرفش يعني ويا ميزانو. هكذا انا كي غي نخدم بيد وحدة هكذا نطمها، نبدا نطم ونشوف عينيا ميزاني. تنحصلوا على عجينه ما هي طريه ما هي يابسه، يعني تجي مطمومه. هكا مزالت، نزيدو شويه لافارين هذا. طم برك ما تستعجلش، مازالت مخصوصة.
يعني هذه الكمية تخرج لكم كمية لاباس بها. يعني انا حنقسمها، ندير شوية بالفاكهة وشوية بالنسلي كامل. نسلك يديا تشوفوا البنات، دير شوفة من بيدي نحاول نعاود نطبخ. كما كنتو تشوفوا البنات هاك بعد ما نطمت معانا، هاهي هكذا شوفوا طريه، ديري صباعك هكا ما تلصقش وماشي يابسه. هكذا نديروها في ساشي، عندي هاد الساشي تاع كونجيلاسيون، نديروها هنا ونخلوها تريح شويه هكا واحد 5 دقائق 10 دقائق، ومن بعد نبداو نحلوها في ليمون ونبداو نطيبوها. بعد ما ارتحت العجينه تاعنا، يعني كي ترتاح تساعدكم في الخدمه، ديروا شويه فرينه. شوفوا البنات راح ندير لاطارت هنا، هذه حنديرها بلي فخوين، وهادو ندير فيهم تاع الشيكولا بالنسلي هكذا خير. يعني في عود ديري شحال بيازا هادي وتقطعي لهم لي بار تاعهم، كل واحد لا بار تاعو، ملي تقعدي العجينه نديرهم لهم بالشوكولا هكذا. نديرو شويه فرينة غير شويه ماشي بزاف هكذا، نحاولو نحلوها هكا طويله باش ما تكتلاش فرينة، باش ما يروحلاش تبساس، يعني باش تعاوننا بوك باش نرفدوها. هنا كيكونوا هكا صغيرين نحطهم ديريكت، يعني نصطاليهم ديريكت، يعني نورمال تقطع لكم ماكاش مشكل، لانكم راح تزيدوا تمشوها هنا هكذا هكذا، لانها مستحيل تشد روحها وتعطيكم الطوع، يعني ترفدوها باسكو فيها الزبده هكذا. حاولوا هكا ومشوها كما راكم تشوفوا هكذا. يعني هاد المول مناح، انا عندي في مدور هاد الخطر شي طويل، يعني يعطيك شكل بزاف شباب. وديري لي فخوي على حساب واش حبوا، كاين اللي حاب لي فخاس، كاين اللي ما يحبش، كاين كل واحد كيفاش يحب. يعني تقدري ديري بلي 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 زيتاب، يعني هكذا. نحاولوا نطلعوا هنايا، نزيدوا شويه عجينه تاعنا هكذا هكذا. حنا نسالي لارجيريان كوما نجوزوش نهارنا كامل في الكوزينه، نحسو جوغ ما خدمنا والو، اسكو كاع كيف كيف ولا غير انا برك كون نروح نقعد ولا كش ما نشوف مسلسل ولا نحس جوغ ما درت والو، كانه ما درت والو. انا جينيرالمون نجوز وقتي كاع في لاكوزين. انا نوقفكم بالاخر باش ما يتعبكمش، باش نخويتكم بالفارينة، يعني صبعتيكم باش تقدروا تطلعوا له من هنا. اوكي البنات كيما راكو تشوفو، يعني وقت لي فخاز نغتنمو الفرصة كي راهي شوية هابطة، يعني العبد يدير بيها هكذا دي تخويك هكذا شابين وبنان، يعني هكذا سير طلعوها حتى الفوق باش يجيكم الشكل، يعني المطلوب يجيكم الشكل شباب هكذا. متخافوش كي تجي العجينة شوية خشينة، يعني في الحقيقة ما درتهاش خشينة، بصح ما تخافوش هاد العجينة تجيكم مقرمشة يعني هكذا. شوفوا البنات شوفوا، نزيد نسويها مليح باش نعطي كل طرف حقه، ما يجينيش جهة خشينة على جهة هكذا.
هاك البنات اللي صورت لكم كل شيء يعني كومبلي حتى كملتها هكذا كما راكم تشوفوا. نطخبها قاعيتك ونحطها تطيب، تكونوا شعلتوا الفرن على درجة حرارة 180 درجة، يعني اي تبان كي تحمر لكم تبان هكذا هكذا. حطوها طيب ونكمل الاخرين هادو، نديرهم دي روندال، ندير لكم وحده كيف كيف باش نديرو باش نعمروهم هكذا. البنات نتخبوها بالفرشيطه ونديروها في الكوشه طيب غير تحمر من تحت، نزيدو نحمروها شويه من الفوق ونخرجوها تبرد معانا. كما كنتو تشوفوا البنات نكمل هاد الدورين، ندير معاكم وحده كما كنت عارفوهم قاعيتك. شوفوا البنات هنا هنا هاد لي طارت يجيو بزاف شابين. انا درت معاكم ديجا لي طارت هذوك المبرجين في ليمون المبرجين، مي هادو سي يعني يجيو بزاف شابين، سون ترو فين يعني يجيو فين بزاف يجيو. شوفوا هاك البنات وسهلين ثاني ما فيهمش تبرج، سهلين كيف كيف البنات. نديروهم كاع ونتقبهم ونحطوهم يطيبو يعني فيت فيت هما خفاف تمتم يوجدو، ونخرجوهم ونجو نديرو كيف كيف الحشوة تاعهم، يعني كيما هادو حشوتهم ساهلة نديرهم بالنسلي وشوكولا والشوكولا، والخرين نديرهم لا كخام عادي. شوفوا البنات هاهم هكذا البنات، مسحوهم كاع من هنا باش يجو كاع وجه واحد هكذا البنات. نكملهم كاع ونقولو كيف كيف هاكا البنات. بعد ما كملتهم شوفوا كيفاش تقبتهم قاعدين، وحنحطهم في الكوشة على نفس الدرجة يعني كطيب الاخرى ندخل هادو ونعاود نولو البنات كيف كيف. كيما راكم تشوفوا البنات هاي طابت معانا لاطاخت تاعنا، الاخرين هاهم يطيبو. شوفوا يعني شحال سهلة باش تتنحى، دير يدك بوك من تحتها وتخرجيها هكذا البنات هكذا. تحبي تنحي طريق الحديدة ها هي ها غير الفتات نحات الحديدة ها هاي البنات ديروها هنا بتجيبنا من بعدك سهلة باش ننسيوها هكذا كيما راكم تشوفوا. والاخرين كيف كيف يعني سهلين اكثر من هذه، يعني حطوها سوغ لو كوتي ونديروا لا كريم تاعنا. كيما راكم تشوفوا البنات هانا وليت هاني درت مام بان سريت لا يعني باسكو غير هذه، الاخرين راح نديرهم بالنسلي كيما قلت لكم. هذه دوك نديرها ونشوف لا فضلت لي نخبيها في البابا ما كاش مشكل، نزيد نصيبها اون اوتر فوا. هنا واش ندير، ندير زوج تاع المايزينا زوج مغارف يعني معمرين تاع المايزينا هكذا، نديرو السكر تاعنا على حساب واش تحبوا، انا ندير ربعة هكا ربعة كما راكو تشوفو هكذا، ونخلطو هكا بارد في بارد. انا هذه طريقتي نخدم فيها لاكخيم تاعي يعني تجيني سهلة هكذا. ونديرو تاني ديرو وحدة جون دوف، ولا كان البيض تاعكم صغير ديري زوج جون دوف، ولا كان البيض تاعكم كبير كيما انا عندي البيض تاعي كبير درت وحدة جون دوف هكذا. نخلطوها هكذا ونحطوها على النار شويه بشويه حتى تتقال معانا هكذا. خلطوا كلش حتى يروح الصفار وتولي لاكريم تاعكم جوغ بيج بيج. ما نساوش البنات لافاني وشويه زاز دو سيترون كيما كنتو تشوفوا البنات، هنا عندي شويه لو زاز دو سيترون، ديري لافاني حبيتي ديري حاجه فيهم وحده فيهم ديري. انا درت لو زيست ودرت لافاني يجيني لوغو بنين بزاف هكذا. ونقعدو نخلطو على النار حتى يبدا يختار معانا، نديرو له مغرفة مارغارين ونابليكيوها فوق لا طارت تاعنا كيما راكو تشوفو البنات. هاهي بعد ما تقالت معانا نديرو لها مغرفة تاع مارغارين هكذا ونخلطوها حتى تذوب معانا هكذا. شوفو هكذا ريحة الفاني و زيت دو سيترون يعني
روعه هكذا، ما راكم تشوفوا او دابت معانا. دوك نحطوها في فوق لومول ونخليها تنشف شويه باش نبداو نديروا لي فخوي، باش نبداو نزينوها. يعني ما نزينوهاش تمتما كي تديروا الاخر تاعكم، زينوها كي تبرد. شوفوا هكذا نجني بزياده، يعني هنا هكا، باسكو هادي ديجا ما تاكلش بزاف لاكخيم، مش كيما المدوره. المدوره تاكل بزاف لاكخيم على هادي، مي معليش هاد لاكخيم سيبو. نحاولو نديرو له غير هكذا باش ما نمسوهاش بالمغرفه، هكذا هكذا باش نمسوها شويه عفوا. كيما راكو تشوفو البنات، اني درتها نخلوها تبرد مليح، يعني تكون لنا طبقه باش نديرو لي فخوي تاعنا باش ما يكونش سخون مع لي فخوي يتبالو تمتم. يعني نخلوها تبرد شويه ونولو كيف كيف البنات، نزينوها ونديرو الاخرى تاع الشوكولا. رانا ولينا البنات، شوفوا كيفاش طابوا معانا هادو لي ميني كارت هادو. شوفوا انا نحبهم محمرين، يعني طيبتهم محمرين كيما راكم تشوفوا. نبدا نزين هادي اللي هنا، هاهي شوفوا لاكخيم تاعنا بعد ما شدت روحها. يعني نبداو نزينوها بلي فخوي اللي عندنا، كل واحد يزينها باش عندو. انا عندي هنايا لي فخيز والبانان، راح نزينهم جهه بجهه، يعني كل واحد واش يحب ياكل. انا عندي اللي يحبوا البانان، عندي اللي يحبوهم في زوج. دوك انا نزين كوتي بانان كوتي فخيز وكوتي في بانان وفخيز، هكا اللي يحب ياكل فاريي يقدر ياكلهم في زوج. هكذا نديرو دي غوندال كيما مورفي نزينو لي طخس تاوعنا، هكذا ان شاء الله يكون يبان لكم هنا. هكذا كيما راكم تشوفو البنات، هنا ندير وحده مور وحده كيما راكم تشوفو. يعني تزيين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزينو. هكذا كاين اللي يديرو التفاح، كاين كل واحد واش عندك. ومن بعد كي تكملي التزيين ديريلو هاديك لا جولي من الفوق ناباج، يعني باش يبقى يحافظ على اللمعه وميم طو ما يتبانلكمش، يعني ما يكحلش سورتو البنان و لي فريز. كيما راكم تشوفو هنا درنا جهه جهه بنان، نزيد ندير جهه فريز هاو بنان، نزيد نديرو جهه فريز. نشوفو بالك نزيدو خط واحد اخر هكذا. هكذا هكذا البنات، هكذا نكملو البنان تاعنا ونروحو نكملو الفخاز. كي نكملها قاعدتك نوريها لكم البنات. بالنسبة لي طاخت الاخرين شوفوا لي فخاز كيفاش نديرهم. انا نديرهم هكذا، نحبهم يجوني خشان هكذا، تجي حبه بحبه هكذا. نورمال بالكم هكذا، حبيتو ديروهم رقاق ديروهم رقاق، كل واحد يديرهم كيما يحب، يعني كيما يحب ياكلهم. هكذا انا باش ياخذوا لي كاع يعني كاع الشكل هكذا هكذا. والاخرين نديروا لهم نيسلي كراميل. دوك نوريكم و شوكولا تانيك، شوكولا ندوبوها، ندوبو الشوكولا تاعنا، ندوبو الشوكولا تاعنا ونزيدو لها اللي عندها دانيت وشوكولا دير دانيت، اللي ما عندهاش دير ياوت ناتور، ديري يعني عندك حلول، ديري لا كريم فريش ولا عندك في الدار، يعني عندك البديل باش ديري. هكذا جهه بانان وجهه فريز. دوك هادي نديرها ميلونج، يعني نديرها بين البنان ولي فخاز. لي عندو حاجة أخرى يديرها، نكمل نزينها البنات ونولو كيف كيف. كيما راكو تشوفو البنات، هاي بعد ما زينتها شوفو كيفاش جات، ودرت لها من فوق الوسمو الوسمة هاديك الكانات عفوا، يعني
عفوا على هاد اللخبطة اللي راني فيها. طلبني رمضان في أول يوم يعني كيما راكم تشوفوا. شوف كيف زادت الهالة مع هذيك لا جولي. وأخيرا هاهي شوفوا دوك نروحو نديرو الآخرين تاع النيسلي. هادوك هادو واش عندنا هنايا؟ راهم هنا عندي بواط تاع النيسلي هادي، شريت هذا يعني بزاف بنينة كيما راكم تشوفوا. هاهي خلطوها برك ونعمر بها التحتاني تاع لي تخت يعني هكذا كيما راكم تشوفوا هنا هكذا البنات. ومن الفوق نديرو لها الشوكولا. شوفوا ديروا غير هكذا مشو قاعيتك يعني كي تقطعوها تجيكم طبقات يعني حاجه روعه. شوفوها البنات هكذا هادي دوك نكملهم انايا باش نقول لكم بك على الطبقه الثانيه اللي هي شوكولا. شوفوا دودها بماني درتها في حمام مريم ولا تخليها في الميكرويف كما حبيتي. هكذا انا درت هادي درت ومامو درت هادي يعني كل واحد واش يحب يدير. حبيتي ديري تاع الطابليطه ديري يعني كل واحد واش عنده في الدار. نزيد لها وحده غانيت وشوكولا كما قلت لكم اللي ما عندوش يدير يا ناتور يدير واسمها لا كريم فريش. المهم كاين البديل يعني هاد المواد اللي نضيفهم لهم يزيد لها الكريمه يعني ما تجيناش يابسه الشوكولا. هكذا هكذا شوفوا كي نخلطوها البنات كيفاش تتقال تجينا جوغ موس. هكذا البنات ونعمرو بها هادوك لي طاخت تاعنا يعني بعد ما نديرو النيسلي نعمروها من الفوق. هكذا نوريكم كيفاه وحده باش انا نكمل الاخرين. هكذا البنات ديرولها غير هكا تحكم روحها. والتزيين من الفوق اختياري كيما راكم تشوفوا. انا دوك ندير لها عندي كاجو ندير لها حبيتو ديروا لها الورق الذهبي تجي بزاف كلاس ولا الاوراق هذيك الحمراء هذوك الزهور الحمراء الجافه هذيك المجففه. هكذا كيما راكم تشوفوا يعني كل واحد يزينها باش حب. نزيد واحده معاكم هذه هكذا شوفوا البنات هكذا مشوها غير هكذا ديروا شويه ومشوها تتحل تدخلوها شبك تبرد سينو عاودوا سخنوها في الميكرويف نورمال. كما راكم تشوفوا البنات هكذا نديروا لها هكذا هكذا نكملهم كاع البنات ونمريهم لكم ونشوفوهم كيف كيف. كما راكم تشوفوا البنات راهم وجدوا معانا لي طاخت تاعنا ها هي تاع لي فخوي ها هي هنا ها هي وجدت معانا تاع لي فخوي كما قلت لكم. شوفوا شحال جات هايله من القرمشه سمعوا يعني تجي مقرمشه تجي هايله. وهادو تاع الشوكولا بالنسلي كيما راكم تشوفوا صنعناكم وحده تكون شابه نخيلكم وحده شابه كيما راكم تشوفوا. وما كاع مناح هاهو شوف كيف زينتهم يعني تزيين بسيط واش عندك في الدار ديري كيما حبيتي ديري لهم والو ما ديري لهمش. كيما هادو مازال ما نشفوش هادو نشفو مليح يعني هنا بردو. شوفي نقدر نقصهم لكم على زوج نقصهم لكم باش تشوفوا الطاقة. شوفوا البنات هاي هنا باش نقصها لكم برك هذه شوفوا هنا ها هم الطبقات تاعنا هاي النسلي من تحت ومن الفوق شوكولا. ممكن تقصت معانا تقصت بالقرمشه يعني هذول الاخر تاعهم البنه تاعهم في القرمشه تاعهم. ان شاء الله البنات ديروهم وتعطوني رايكم في التعليقات وان شاء الله يعجبكم واش قدمت اليوم. وباش نزيد نقدم لكم حاجه واحده اخرى خير وخير وخير في هذا رمضان ان شاء الله يعني واش ندير نشارك معكم ابسط الاشياء والحاجه اللي نديرها في داري. نقول لكم صحه فطوركم وفطوركم وصيامكم مقبول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.